عبر الهاتف من تونس ينضم إلينا الكاتب الصحفي والمحلل السياسي سيد محمد صالح العبيدي. سيد محمد، أرحب بك. أرحب بك أستاذة نانسي وكل الناس تسمع فينا. نعم، في البداية إذا سمحت دعني أبدأ معك بالأجواء الانتخابية في تونس، كيف تسير؟ أجواء انتخابية على يعني فيها ما فيها حقيقة ما يقال. هذه الأجواء الانتخابية حقيقة غير عادية إجمالا، لأنه الحملة الانتخابية على عكس 2014 و2011، هناك مرشح من داخل السجن يخوض حملته الانتخابية، هناك مرشح أيضا يخوض هذه الحملة من خارج تونس لعدة اعتبارات مرتبطة بملحقات قضائية، أيضا مستوى التراشق، مستوى الاتهامات، مستوى التجاذبات عالي وعالي جدا، ثقافة الوعود ربما في تداخل بين ما يمكن أن يحقق وما لا يمكن أن يحقق، خاصة وأن الدستور التونسي يعطي صلاحية ضيقة للمرشح الرئاسي. إجمالا هي حملة أو مناخ انتخابي فيه الكثير من الاضطرابات، وهذا طبيعي ربما، لأنه مستوى الرهان عالي وعالي جدا بخلاف تاجي خالد السبسي. ثم اكثر انه الانتخابات الرئاسيه ستكون محدده، ومن سينتصر في الانتخابات الرئاسيه سيكون محدد للانتخابات التشريعيه والفوز بها اغلبيه المقاعد في البرلمان، وبالتالي يعني مستوى هذا التجاذب او هذا الثقف العالي من يعني حاله المناخ المتشمس تفهم في اطارها. نعم أستاذ محمد، كما تعلم أن هناك الآن 8 أو 26 مرشح للانتخابات الرئاسية، أبرز هؤلاء المرشحين، ويعني لا أريد ربما أن أسأل عن فرص فوز من ستكون أكبر لأني أعتقد أن هذا سؤال مبكر بعض الشيء، ولكن من وجهة نظرك أيضا في ذات السياق، ما هي التحديات دعني أقول التي تواجه تونس في هذا الوقت، ومن سيكون قادر على حلها من وجهة نظرك؟ بتقديري الخاص انه بالمقارنه بانتخابات 2014 كانت تقريبا نتائج الانتخابات محسومه وفق قراءه المزاج العام والمزاج الشعبي. تقريبا لو تسال كل تونسي سنه 2014 كل تونسي ستعرف انه المزاج يتجه الى انتخاب الباجي خالد السبسي، لانه العائلات السياسيه كانت واضحه والباجي كان يمثل العائله الحدثيه. اليوم على خلاف ذلك، يعني داخل صحيح. العائلة السياسية الواحد تلقى أكثر من مترشح، وهذا في حد ذاته سيشكك الأصوات. مثلا نعطي أنه في العائلة الحدثية أو العائلة الوسطية أو العائلة البورقيبية نسبة إلى الحبيب بورقيبة، نجد أكثر من مرشح، عبير موسي، نجد أيضا مهدي جمعة، نجد عبد الكريم الزبيدي، نجد أيضا يعني يوسف الشاهد وسليل أيضا ربما هذه النصر، هم كلهم متشتتين ذاهبين إلى الانتخابات. في عائلة الإسلام السياسي أيضا هناك تشتت كبير وكبير جدا، هناك أكثر من مرشح، وبالتالي لا يمكن الجزم اليوم بنتائج الانتخابات صحيح. أو إلى أين ستتجه. هناك مرشحين بارزين هذا لا يمكن إنكاره، مثلا في استطلاعات الرأي بين شهر يونيو وشهر مايو كان نبيل القروي ثم عبير موسي ثم يعني عبد الكريم الزبيدي يعني في مستويات. نعم، أنا عبد الكريم الزبيدي تحديدا كل هذه الأسماء أن تكون. نعم تفضل. هل يمكن لهذه الأسماء أن يوم الاقتراع أن يكون لها وزن أم لا؟ هذا رهين الحملة الانتخابية، رهين أيضا سلامة المناخ الانتخابي أستاذتي العزيزة، لأنه ما يمكن أن يخيب في هذه اللحظة هو يعني أن تحيد أو أن تكون هناك انزلاقات وانحرافات في الحملة الانتخابية مما يؤثر على يوم الاقتراع أو مما يؤثر حتى على العملية الانتخابية برمتها. هناك العديد من التفاصيل المخيفة في هذه، مستوى أيضا التهديدات، مستوى الثقة ومنسوب الثقة الغائب بين المترشحين، يعطي مؤشرات سلبية حقيقة للانتخابات والصقر الرئاسي لهذه السنة. ولكن ماذا عن تصريحات الرئيس المؤقت التونسي بضمانه لسلامة ونزاهة الانتخابات التونسية القادمة أستاذ محمد؟ هو في صميم المخاوف تصريحات الرئيس أو القائم بأعمال رئاسة الجمهورية محمد الناصر، في صميم هذه المخاوف. اليوم هناك مخاوف حول توظيف أجهزة الدولة من قبل التحالف الحكومي، تحالف حركة النهضة مع تحية تونس، يعني هناك شكوك كبيرة وكبيرة جدا واتهامات، هذه الاتهامات رفعها أكثر من فاعل سياسي، رفعها أيضا حتى نداء تونس الحزب الذي جاء منه نصف شيء، وبالتالي السيد محمد الناصر كان يريد أن يدق بكلمته، وهي كلمة تقريبا
كانت فيها الوضوح لاول مره بهذا الشكل من الوضوح، يعني دق ناقوس الخطر. لا بد اليوم لكل المترشحين ان يذهبوا الى الموعد 15 سبتمبر متكافئين في الفرص. لا يمكن لاي طرف ان يوظف اجهزه الدوله، ولا يمكن لاي طرف ان يوظف الاداره التونسيه، ولا يمكن لاي طرف ان يوظف الولايات، وبالاشاره الى يوسف الشاهد هذا مباشره، يعني ان يوظف هذه الولايات في صالح عملته الانتخابيه، خاصه وانه هناك ملاحظات في هذا الاتجاه سيدتي الكريمه، هناك ملاحظات جديه وملاحظات ملموسه في هذا الاتجاه، لانه التحالف الحاكم لم يستقل او لم يبتعد عن الحكم. نعم. وبقي الى حد الان يمارس في صلاحيته. سريعا اختم معك بهذا السؤال استاذ محمد، كان تم الاعلان عن مناظرات تلفزيونيه او ثلاثه مناظرات تلفزيونيه لاول مره في تاريخ تونس ستعقد بين المرشحين للانتخابات الرئاسيه، هل من الممكن هذه المناظرات ان تكون يعني تكشف ربما من سيكون اصلح لرئاسه البلاد، ام ان لك وجهه نظر مختلفه؟ في تقديري الخاص انه لن تكشف اكثر، التونسيون يعرفوا اليوم كل المرشحين تقريبا لمده سنوات، لا يمكن لمناظره تلفزيونيه ان تغير الراي العام او تؤثر كثيرا في الراي العام، خاصه وانها مناظره ستكون اثيره لجانب كبير تقني ولمده زمنيه، هذه المناظرات التلفزيونيه ربما انطلقت في السبعينات في فرنسا، ولكن كانت دائما في الدور الثاني، ربما وقت يمشي الناس باش تصوت على شخص دون اخر، ولكن 26 مترشح على ثلاث ايام ستشتت اذهان الناس وستشتت اذهان المتابعين، ولكن كخطوه اوليه لعرض البرامج. نعم. ايضا هل ممكن لنبيل القروي اليوم الموجود في السجن ان يشارك في هذه المناظره؟ اذا شارك فهذا تجاوز القضاء، واذا نعم. لم يشارك فهذا ايضا تجاوز فقه الانتخابات او المناخ الانتخابي. هذه ستكون اشكاليه بالفعل. انا بشكرك شكرا جزيلا، كنت معي عبر الهاتف من تونس السيد محمد صالح العبيدي الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.